هل شمشون الجبار قد هلك أم خلص؟ هو الدليل على هلاكه أو خلاصه. شمشون تاب وقبل الله توبته وأعطاه معجزة في آخر حياته. وعلى العموم شمشون ورد اسمه وسط رجال الإيمان الذين تحدث عن بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11. قال ويعوزني الوقت، إن تكلمت عن جدعون وشمشون وباراق قال للناس دول، فاطمئنوا عليه، يعني مش عايز وسط. واحد بيقول انسان نال سر